اهلا ومرحبا اعزائي مشاهدي قناه هل كنت تعلم الوثائقيه. اليوم جايب لكم موضوع بكسر الارض، موضوع بيحكي عن الخلايا الزمنيه اللي موجوده بدماغك وبدماغي. لذلك شاهد الفيديو معي للاخر حتى تستفيد، وانشر هالفيديو لغيرك حتى هو كمان يستفيد، واشترك بقناتنا اذا كنت عم تشاهدنا لاول مره، وحط لايك للفيديو اذا عجبك الموضوع اكيد، وخلينا نتابع مع بعض. اذا عزيزي المشاهد، الخلايا الزمنية والمعروفة كمان باسم خلايا الوقت هي نوع من الخلايا العصبية الموجودة بدماغنا، واللي بتلعب دور حيوي بتنظيم وتنسيق الزمن بسياق العمليات العصبية. وهي الخلايا بتساعدنا كمان على تتبع الأحداث والذكريات، واللي بتساعدنا كمان إنه ندرك الزمن بشكل مستمر ومتسلسل. تنظيم الذاكرة، واللي هي أساساً هالخلايا بتلعب دور كتير مهم بأنك أنت لما بتتذكر أحداث صارت معك بيوم من الأيام، تنفترض أنت من سنة ونص بيوم الفلان صار معك شيء إيجابي أو شيء سلبي وقعدت تتذكره بينك وبين حالك، فهون بتقوم الخلايا الزمنية بدماغك بإعطائك التحليل الوقت والزمان والمكان اللي كنت فيه، وبتورجيك إياها على صورة وكأنه أنت عم تحضر شريط فيلم قدامك، وبتصور لك اياها بطريقه واقعيه جدا 100%. لذلك هون تكمن احدى ايجابيات خلايا الزمنيه، واللي هي بدونها لو مهما تذكرت اشياء بحياتك ما حتتذكر وتعرف باي يوم او باي ثانيه حدثت معك. الادراك الزمني، بتساعدنا الخلايا الزمنيه على ادراك مرور الوقت وتتبع الاحداث بحياتنا اليوميه، وهيدا الادراك الزمني مهم جدا لفهم السياق الزمني للاحداث وتنسيق انشطتنا بشكل مناسب. التعلم وتكوين الذكريات، اذا الخلايا الزمنيه بتلعب دور حيوي بعمليه التعلم وتكوين الذكريات الجديده، ومن خلال تتبع تسلسل الاحداث بتساعد هاي الخلايا بتكوين روابط بين المعلومات المختلفه وتخزينها بشكل منظم. وبالنسبه للتفاعل الاجتماعي، فبتسهم الخلايا الزمنيه في فهم التفاعلات الاجتماعيه من خلال تتبع تسلسل الاحداث في المحادثات والتفاعلات، وهذا الشيء بيمكننا من الرد بشكل مناسب وفهم السياق الاجتماعي. والابحاث الحاليه عم تستمر في البحث بمجال علم الاعصاب في استكشاف كيفيه عمل الخلايا الزمنيه وتاثيرها على وظائف الدماغ، وتستخدم تقنيات التصوير العصبي المتقدمة ودراسة الحالة لفهم كيفية تأثير هيدي الخلايا على الصحة العقلية والأمراض العصبية مثل الزهايمر والاضطرابات الأخرى المرتبطة بالذاكرة. أما بالنسبة للتطبيقات المستقبلية، من خلال فهم أعمق لدور الخلايا الزمنية يمكن تطوير تقنيات وعلاجات جديدة لتحسين الذاكرة والإدراك الزمني. هذا قد يشمل تطوير أدوات لتحفيز هذه الخلايا بشكل مباشر واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط الزمنية في نشاط الدماغ. وباختصار عزيزي المشاهد، فالخلايا الزمنية تعد جزءاً حيوياً من النظام العصبي، وبتلعب دوراً مهماً في مجموعة واسعة من الوظائف العقلية والإدراكية. فهم هذه الخلايا يمكن أن يفتح أبواباً جديدة لعلاج الأمراض العصبية وتحسين جودة الحياة. وختاماً أعزائي المشاهدين، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك للفيديو إذا عجبكم الموضوع، وتشيروا الفيديو لأكبر عدد ممكن من أصدقائكم حتى تعمل فائدة على الجميع.